أنا عايز أتكلم معاك كلمتين. قول اللي عندك يا سيدي حلواني. الحركة الأخيرة دي ملعوبة. طب كويس، أديك عرفت إن أنا بعرف ألعب زيك، وطبعاً مجيتك دي معناها إن أنت متأكد إن أنا مش هسكت. اتقي شري، اللي فات كله ده كان لعب عيال، وأنا بحوش لك من زمان، وبكده الحرب اللي بيننا دي هتنتهي بموت واحد فينا، إلا إذا قبلت العرض اللي أنا جاي أقدمه لك. إيه رأيك نعمل هدنة نشم فيها نفسنا ونحاول نوصل لحل، إنه مفيش حد مننا يلعب في ملعب التاني؟ خلصت كلامك يا سيدة حلواني، ومستني ردك. عرضك مرفوض وما شرفتش. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.